مرحبتين الحال خير الحال اخواننا في الجهه تاع ليبيا كانوا في احتياج لمساعدات يعني من جراء الفيضانات اللي اجتاحت المنطقه اجر ككل. ارتأت الدولة الجزائرية أن تقدم هذه الإعانات. اليوم عندنا 6 طائرات من الحجم الكبير عسكرية، مواد غذائية، أفرشة، أغطية، جزء كبير من الأدوية المختلفة اللي تكون في مثل هذه الحالات. ليس بغريب على إخوتنا الجزائريين الأشقاء من تقديم يد العون لإخوتهم في ليبيا الشقيقة اللي حصلت فيهم هذه الكارثة، وهذه المساعدات مش للمرة الأولى، في العديد من المناسبات أنا كنت أتابع أكثر المساعدات تقدم الجزائر في الفترة الماضية أكثر من 10 سنوات يعني، من والحقيقة لم يبخلوا علينا إخوتنا الجزائريين في تقديم يد العون وخاصة في هذه الكارثة.